هذا التراث العربي الاصيل الذي اوصى به المقوله الشيخ زايد بن سلطان الهيان، طيب الله ثره واسكنه وفسح جناته. شوطنا السابع، شوط الابكار، شوط الابكار، ونحن على موعد وعلى انتظار، نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس. هناك نسير مع صدارة هذا الشوط مع اللي في المركز الاول الشاهينير سعيد بن سالم بن محمد ابو نواس النقل على المركز الثاني، جبار احمد بن هلال بن احمد ابو ابراهيم، بينما الشاهينير محمد بن خليفه بالهول المهيري على رابع المراكز. وفي المركز الخامس شعار الضبع هناك للسيد اللي هي جعله حسن بن مبارك بن علي الضبع الاشتري. هكذا هي النتيجه، كوكبه رباعيه في موقع واحد، كوكبه ثلاثيه في موقع واحد، وخلفها ايضا اسامي، خلفها الاسامي اللامعه، خلفها الاسامي الرنانه. نسير الى الصداره، نعود والعود احمد مع جباره، احمد بن هلال بن احمد ابو ابراهيم ايضا يتواجد مع المركز الاول، ولكن بالهول غير التشكيله، غير التشكيله محمد بن خليفه بالهول المهيري على ظهر الشاهيني. وصل 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 راشد بن عبيد بن مصبح الاجتبه ايضا المتواجد، شعاره الدائم هنا على ارضيه هذا الميدان الحميري، ايضا يشكل هناك بصمه على رابع المراكز، ينتقل بدور شعار الى المركز الثالث اللي الشاهيني مطر بن سعيد الحميري. هكذا كانت النتيجه، ما شاء الله ما شاء الله يا بالهول، ما شاء الله يا بالهول، اداء جميل حتى هذه اللحظه، رسميه موفقه جميله هنا على ظهر الشاهينيه. شكرا شكرا يا النجمه الصفراء اللامعه هنا في بدايه هذا الموسم مع النقطه الثالثه. والسلام الى زعبيل، يقول لي عامر هناك الى زعبيل، بنرسله السلام الى زعبيل عبر الاقمار الصناعيه، عبر الجوجل ايها الاخوه، هناك يذهب السلام مع اهالي زعبيل السيد محمد بن خليفه بالهول. هنا شعاره مع الشاهينيه، شعاره مع الشاهينيه، شكرا يا بالهول على هذا الاداء في هذا الموسم، وبدايه جميله بدون يتوامر والعصافه الابطال ما شاء الله. المركز الثاني راشد بن عبيد المصبح، ثالث المراكز ايها الاخوه اللي في المركز الثالث الشاهيني راشد بن عبد الله حميد الخاطي، وفي المركز الرابع ايضا محمد بن خليفه بالهول اللي هي دفره. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز، ذعناها عليكم بالهول تمام، والتوقيت للشاهيني دقيقتين 14 ثانيه 79 جزم الثاني. تهانينا والناموس للسيد محمد بن خليفه بالهول بمناسبه فوزه بالمركز الاول وحصوله على النقطه الثالثه.